انطلق العام الدراسي الجديد بإقليم النيل الأزرق بعد إجراء مشاورات واسعة لمجلس وزراء حكومة الإقليم. العام الجديد يواجه جملة من التحديات تمثلت في ضعف البنية التحتية للعملية التعليمية بعد أن تأثرت أكثر من 10 مدارس بالأمطار والسيول، فيما تحتاج حوالي 40 مدرسة لترعية بيئة العمل التعليمية في محافظات الإقليم المختلفة. تم افتتاح العام الدراسي بكل المحافظات عدا محافظة الدمازين التي تشهد وضعا استثنائيا جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها الإقليم. التأجيل بناء على عدة أسباب. أولا إنه غالبية المدارس اللي في الدمازين تأثرت بالفيضانات والسيول وتفتقر إلى البيئة الصحية، وكذلك في بعض من المدارس بها نازحين. يعني من أكبر المدارس في الدمازين متواجد بها عدد من النازحين، وهذه المدارس في حوجة للصيانات والترميم وفي حوجة للردميات. المدارس المتأثرة بالفيضانات عندنا 12 مدرسة في حوجة للصيانات، وفي 38 مدرسة في حوجة لترقية البيئة المدرسية الصحية وفي حوجة للردميات. في إطار جهودنا لمجابهة هذه التحديات تمت اجتماعات عديدة جدا مع شركائنا في العملية التعليمية، مؤسسات حكومية و منظمات عالمية زي اليونيسيف وسيف ذا تشيلدرن، ووجدنا إنهم عندهم مقترحات جيدة جدا في إنه يكون في تدخل بالنسبة للصيانات وترقية البيئة المدرسية وجلب الإجلاس، لكن يعني قد تأخذ وقت. مدينة الدمازين حاضرة الإقليم تأثرت مدارسها التي استخدمت مناطق إيواء لعدد كبير من المتأثرين بالنزاع القبلي مؤخرا، ورغم ذلك أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا قضى باستئناف الدراسة للفصل الثالث الثانوي داخل هذه المدارس حتى لا يتأثر طلاب الشهادة السودانية بهذه الأوضاع التي وصفتها مسؤولة التعليم بالاستثنائية. نسبة لأنه المدرسة وموجود فيها النازحين ما قدرنا نلقى فصل فاضي عشان نقوم نشتغل فيه، فعملنا محاولات إنه نلقى لي إن شاء الله فصل يعني نقوم نستضيف فيه الطلاب من الصف الثالث ما اسمينه، فمشينا الوزارة وبدينا نقوم نعمل محاولات عشان ندون أي مدرسة بتاعت أساس نلقى فيها إن شاء الله فصلين نقوم نشتغل فيها، فالمحاولات جارية هسي هم قالوا نقوموا نمشي مدرسة الرباط الأساسية يدون فيها فصلين نشتغل فيها إلى أن يقوم يخلو النازحين من المدرسة. المكتب بتاع مدير واحد هو يعني بندخل فيه الطلاب اهو 20-25 كده بندرس فيه ليه، لكن اخذوا زي حصتين لغه عربيه مع رياضيات وفكينا مشوا البيوت. المدارس يعني الظروف الطبيعيه يعني بتحتاج لكثير من العمل، يعني عندنا الحشائش حسي بغزاره داخل المدرسه، وفي بعض الجوانب من السور انهارت بسبب الامطار الغزيره، وبعض الصيانات ومراجعة الكهرباء في الفصول وساحة المدرسة والمكاتب أيضا تحتاج لبعض الشغل البسيط، ونتمنى أن الناس تكون جاهزة لاستقبال بقية الطلاب. وبهذه الشاكلة يدرس طلاب الشهادة السودانية لهذا العام منتظرين لفرج قريب يسهم في حل هذه الضائقة. أما بقية الفصول للمرحلة الثانوية وكذا مدارس الابتدائي والثانوي العام تم تأجيل الدراسة فيها لأسبوعين، ربما يتم خلالهما إيجاد مأوى للمتأثرين بالنزاعات حتى يدخل الطلاب إلى مدارسهم لمواصلة العام الدراسي. وزارة التربية يعني العربيتين الشغالات بتاعت الأخت الوزيرة والمدير العام ذاته إلا صدق له الأخ الحاكم بعربية، غير كده تاني ما في عربات، والناس بتعرف عورة التضاريس للمحليات للمحافظات الآنفة الذكر، لذا بنحتاج لعربات دفع رباعي
عشان تغطي المحافظات، يعني 5 عربات بنقول بتقضي بعض الشيء للإدارات الكبيرة في وزارة التربية. برضو بنتمنى أنه هذه العربات بتاعت الدفع. جهود حكومة إغليم النيل الأزرق تتواصل في صيانة 40 مدرسة بالتعاون مع شركاء العملية التعليمية من المنظمات والمؤسسات التربوية. ومع استمرار هذه الجهود يطل تحد آخر، وهو ضيق المواعين الاستيعابية للفصل الثانوي، حيث تم قبول أكثر من 10,000 طالب بالمرحلة الثانوية العامة، الأمر الذي يحتاج لتدخلات عاجلة لتوفير الفصول والإجلاس للطلاب. منظمات يعني برضو من ناشدهم أنه يجيبوا لنا خيم، هذه الخيم مقاسات 6×8 على أساس أنها تكون فصول للمرحلة الثانية، لأنه بنحتاج لنا من 64 إلى 84 فصل، لأنه قلنا السنة دي القبول 12,000 والسنة الفاتت توزعوا 6,500، بالتالي أنه بنحتاج لي فصول على أساس أنها تستوعب الطلبة. الكتاب المدرسي أحسب أنه الكتاب المدرسي للمرحلة الابتدائية ما عندنا مشكلة، شكر موصول من هنا لدولة الهند قدمت لنا الكتب بتاعت المرحلة الابتدائية. أما المرحلة الثانوية تواجه تحديات في ترحيل المعلمين إلى مدارس المحافظات الحدودية، فهو هم يؤرق المسؤولين من إدارة المرحلة الثانوية، فضلا عن استقرار المعلمين بهذه المدارس التي تحتاج إلى دعم إيجابي لاستقرار العملية التربوية. أكبر تحدي بواجهنا في المرحلة الثانوية في مدارس بعض المحافظات قلة المعلمين، خصوصا في المجال العلمي. يعني هذه المحافظات بحكم انها بعيده من مركز الاقليم، فنجد صعوبه كثيره في ان يتم تحريك معلمين لهذه المحافظات، خصوصا في هذه الفتره، فتره الخريف. نسعى جاهدين في ان نستكمل النقص البادي او الحاصل في معلمي بعض المواد في بعض المحافظات في هذا الاقليم، والذي نأمل أن يكون هذا الأمر في أعجل ما يكون حتى ينتظم رقب التعليم في إقليم النيل الأزرق على كل المستويات. وزارة التربية والتعليم بإقليم النيل الأزرق كشفت عن حاجة الوزارة إلى تشييد 100 فصل دراسي لطلاب المرحلة المتوسطة، وناشدت شركاء العملية التعليمية بتوفير عدد من الخيام لاستئناف الدراسة في هذه المرحلة، هذا فضلا عن عدم كفاية الكتاب المدرسي للطلاب. يعني بنوجه رسالة لكل الجهود الشعبية من مجالس تربوية وأسر واتحادات وكذلك ديوان الزكاة وكل المهتمين بالعملية التعليمية، في أنه تتضافر الجهود يعني لترقية البيئة التعليمية وتهيئتها، يعني عسى ولعل إن شاء الله في ظرف الأسبوعين أو أقل من أسبوعين نستطيع يعني من عمل الصيانات اللازمة وعمل الردميات وكل ما يلزم لانطلاق العام الدراسي في مدينة الدمازين باعتبارها عاصمة الإقليم وبها أكبر عددية من الطلاب. فالتحديات كبيرة لكن الجهود متواصلة ومستمرة في إنه نعمل اللازم ونبدأ يعني عامنا الدراسي، وبنحب بنطمن الأسر في إنه إحنا بنعمل أقصى ما يمكن في إنه نجتهد حتى ويعني نبدأ العام الدراسي بعد أسبوعين إن شاء الله. وبعيدا عن هذه التحديات الماثلة داخل الإقليم من جراء السيول والأمطار والنزاعات، يأتي تحدي جديد يواجه الطلاب العائدين من مناطق اللجوء إلى حضن الإقليم. فوزارة التربية والتعليم عملت على تكوين إدارة خاصة لتعليم العائدين الذين كانوا يتلقون منهجا تعليميا باللغة الإنجليزية بمناطق اللجوء، ولكنها تجد صعوبة في دمج هؤلاء الطلاب في تلقي التعليم وفق المناهج التربوية بالإقليم.
وعندنا إدارة اسمها إدارة تعليم الطلاب العائدين في الطوارئ، فالكتب لكل هذه الشرائح. فقط عندنا تحدي بالنسبة للطلاب العائدين اللي وصلوا مراحل متقدمة زي الصف الخامس والصف الرابع والسادس، في أنه ما يستطيعوا يواكبوا المنهج باللغة العربية، فنحن ساعين في أنه نوفر لهم كتب تكون مترجمة. برضو دي محتاجة ميزانيات ومحتاجة جهود. الآن عملنا على أنه يتم تعيين يعني لهؤلاء الطلاب في المناطق اللي فيها عائدين كمنطقة سالي ومنطقة أولو. كل هذه التحديات والتعقيدات لم تقعد حكومة الإغليم عن بداية العام الدراسي الجديد، بل أعلنت عن انطلاقته، وكلها أمل أن تجد هذه التحديات طريقا إلى الحلم.